أي امرأة لازم تهتم بمظهرها، وعملي كإعلامية ينطي للناس الحق أن تشوفني بأجمل طلة. اهتمامي بالأزياء وملحقاتها ما اعتبره مضيعة لوقتي، لأنه يومي أستثمره بهواية تفاصيل. ممارسة الرياضة مثلاً أمر أساسي بالنسبة إلي، هذا المكان يمنحني ثقة كبيرة واندفاع بالحياة. أما التعرف على أكلات الشعوب وطرق تحضيرها السحرية فهاي عادة رافقتني من زمن بعيد وأني أتنقل بين البلدان، ومثل ما يقولون الطريق لأي بلد يمر بالمطبخ.